في ايه؟ هناك هتعرف كل حاجه يا ناجي يا وحيد. اتفضل. الله ينور يا اولاد العطار. انا كده اطمنت عليكم. انا بيتهيألي احنا لو رجعنا للتجاره تاني هنقعد الوغش دول في بيوتهم. لا صل على النبي في قلبك. تجاره اللي نرجع لها. احنا قفلنا كلام في الموضوع خلاص. يا يحيى انا شايف ان احنا محتاجين عمليه او اتنين نقوم بيهم الدنيا. احنا اتفقنا قبل العمليه ومش هنرجع في كلامنا خلاص. ماشي يا يحيى، بس زي ما تقول كده احنا فرحانين باللي احنا عملناه. يا عز مش فرحان ولا ايه؟ ممكن اعرف يا يحيى انت غيرت اتفقت معايا ليه؟ ايه اللي دخل ماجي الخربوط لي في اللعبه دي؟ في ايه يا ابني مالك؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف. اعمل لي كمان متفاجئ لما اقول لك انها اتقبض عليها. ايه يا عز؟ ايه؟ صعبان عليك قوي؟ والله واضح ان انتوا اللي صعبان عليكم تشوفوني فرحان. انتوا ايه ما خدرش على بالكم ان انا هتجوز بنتها؟ انا بصراحه ما كنتش ناوي اتطاف في الموضوع، بس هي اللي طمعت ولعبت لصالح نوح، يبقى تستحمل اللي يجرى لها. طب اخوك ملوش خطر عندك يا يحيى؟ الشغل عندي ما فيهوش خواطر. صح. طب بقول لكم ايه بقى؟ الموضوع ده لما تحلش انتوا ولا اخواتي ولا عاوز اعرفكم. وده هنحلها لك ازاي يعني؟ ايه؟ ما قال لك انها لعبه بدله. اهدى بقى. لعبه بدله ها؟ بقول لك ايه؟ العقده دي عندكم تحلوها زي ما تحلوها. عاوزين تشيلوها لحد شايلوها له. المهم الست دي تطلع سليمه. يلا عليا وعلى اعدائي. وعامة الموضوع سهل، اخواتك مش بعيد عننا. هعلي صوتي وفتحتنا هتبقى بجلاجل. وانا اعتبر ان اللي انت قلته ده مش تهديد. عشان لو اعتبرته تهديد هتزعل. هزعل. ما كانش ليها لزوم النمر اللي احنا عملناها دي. بقول لك ايه؟ كل حاجة وليها حدود. وأنا اللي شايل مسؤولية العيلة دي. وأنا برضو أقول إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. ومن هنا ورايح الكلام رايح بس. مش رايح جاي. ماشي يا يحيى. حضري حالك يا عيش عشان هننزل على مصر. اتفضل انت يا فارس. اتفضل اقعد ولا اتفضل امشي؟ لساك قلبك محروق على ود الحرام دي؟ ناوية تحبسي نفسك تاني لاخر العمر؟ توكل على الله انت يا فارس. مالكش صالح بيا. لا يا عيش. ما أنا مش هسيبك تنهش في روحك لحد ما تموتي. افهم يا بنت الحلال. ده لا من توبنا ولا من أصلنا. بس حبني. ما هي دي الكذبة اللي رابط بيها راسك. لا يا فارس. أنا شفتها في عينيه. شفت حنيته. شفت قلبه الغامق اللي بقي أبيض على يدي. بس كل حاجة تهدت. بس ده كان حجم. كل الناس بتاخد حقوقها إلا أنا يا فارس. دايماً بتتاخد مني قصاب عيني على يدكم مش على يد حد غريب. بس أنا مش بلوم عليكم. أنا بلوم على نفسي. على حظي الخايب. ونصيبي اللي ما بيفوتش إلا في العتمة. المهم الواحد يلحق اللي فاته. مش مهم نفهم متأخر. المهم لما نفهم نعرف هنعمل ايه. كده يا عز تيجي منك انت وانا اللي مأمنك عليا وعلى بنتي. انا والله ما ليا ذنب في اللي حصل. انا بجد اللي اتخانقت مع يحيى، بس هو عارف ان نوح بيخطط لحاجه وان انت متآمره معاه، عشان كده عمل اللي عمله. يعني انت كنت عارف يا عز ان مامي في خطر وكنت ساكت؟ يا يارا انا مش مضطر ابرر، انا ماليش دعوه بالموضوع خالص، يحيى ما بيأمنش لحد. بس ان شاء الله هنطلع من الموضوع ده، هنلاقي حل احسن لك.
هيكون كويس ان احنا نخرج من الموضوع، والا والله العظيم انا هحكي كل اللي اعرفه من اول يحيى لحد دلوقتي. وانا ذنبي ايه؟ على فكره مش غلطتي. لا غلطتك ولا غلطتي، القضيه دي براءتها مؤبد. خلاص احنا نقف بقى قدام النيابه وكل واحد يقول اللي عنده. هيا متر. للاسف يا مدام ماجي هتباتي النهارده في القسم، بكره الصبح ان شاء الله تتعرض على النيابه. اطمئني انا مش ساكت. متخافيش. ايه الاكل الحلو ده؟ تسلم ايدك يا ست الحلوين كلهم. انت لسه دقته؟ كفايه ان انت اللي عاملاه بايدك، اكيد هيبقى حلو. على فكره كريم هيزعل قوي ان احنا اكلنا من غيره، ده بيحب الخضار السوتيه قوي. ولا يزعل ولا حاجه، ده واد ندل. ليه؟ جيت احضنه وابوسه راح سابني وجري، قال لي مراتك عندك، انا رايح العب. لا والله. بس تعرفي الواد ده بيفهم وعنده حق، اصل مامته وحشاني قوي. وقال ايه ما بترضاش تخليني اكلها ببقها، قال بتتكسف. قال انت كمان وحشني قوي يا طارق، وحشني كلامنا وهزارنا وخروجاتنا وكل حاجه بينا. عارفه انا احساسي بيكي زي اول مره شفتك فيها، كان قلبي هيقف من الفرحه. وانا كمان. ايه كان قلبك هيقف من الفرحه برضو؟ لا انا كمان فاكراك اول مره شفتك فيها خالص، لما كنت لسه جايلي بالبدله الميري كده وانت ظابط صغير. لا 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 اعوذ بالله، ده كان شكلي وحش قوي وداني كانت عامله كده، اعوذ بالله. يا ده الحمد لله شكلي اتعدل شويه. لا 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 كنت زي القمر زي دلوقتي بالظبط. كانت احلى ايام. اه طبعا كانت ايام حلوه، كان وقتك كله ليا، كنت كل يوم بتخرجني وعلى طول قاعد معايا، مش زي دلوقتي على طول سايبني. خلاص خلاص ما تزعليش، انا مش هسيبك خالص، هفضل جنبك، هفضل احبك داخل في عمري. مش ناكل بقى الاكل الحلو ده ولا ايه؟ ها؟ عملت ازاي حلو قوي كده؟ ده كتير عليا قوي يا مروان، وبعدين انا مش متعوده منك على كل ده. انا عايزك تتعودي، وربنا يقدرني واقدر اعوضك عن كل اللي انا عملته فيكي قبل كده. عارف يا مروان، لحظه صدق واحده معاك بس هتعوضني عن كل اللي فات. انت ممكن تبصي في الدرج اللي ورا كده؟ ايه ده؟ دي التلاجة اللي كان نفسك فيها، افتحي. مبروك عليك عربيتك الجديدة. تتكلم بجد يا مروان؟ ما كنتيش انت تركبي احسن حاجه في العالم من اللي يستاهل. بس انا مش بعرف اسوق. هعلمك. ممكن اكسرها عادي، بهزر بهزر، هخلي بالي. تصدقي انا هتلاقى بجد ولا ايه؟ خلاص 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 والله. هو بجد محمود ممكن يكون متورط في اللي حصل؟ لا مش ممكن، ده أكيد. وبعدين محمود شغال في تجارة السلاح ويعرف كل تجار السلاح، وكمان كان بيستغل المحل لشغله من ورا عم ذكري. عبد الله على السلامة يا محمود. تعرفت كل ده ازاي يا يوسف؟ انت ناسي ان انا كنت ظابط ولا ايه؟